بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة البنين في قسم الفنون البصرية، مرحبا بكم. إعداد المعلمون لأجل قطر، أنا ملتزم بالكمامة. أعزائي الطلاب، يجب علينا المحافظة على نظافة اليدين ولبس الكمامة وحمل المعقم. القوانين داخل الصف، نتعاون في إنجاز المهام الصفية. نشارك في الصف برفع الأيدي ونسأل لنتعلم. نستمع للآخرين دون المقاطعة، ونحترم الآخرين. يجب علينا الالتزام بالإجراءات الاحترازية. مرحبا يا أبطال، أنا صديقكم المعلم. أنا سنفور الفنان. مرحبا يا أصدقائي الفنانين، عدنا من جديد في درسنا الجميل. عنوان الدرس: صلاتي في المسجد. أهداف الدرس: عزيزي الطالب، هل صليت اليوم في المسجد؟ ماذا نسمي هذه الأدوات أعزائي الطلاب؟ أحسنتم، الأدوات الهندسية. الأدوات الهندسية هي القوس أو المثلث، المسطرة، المنقلة نصف الدائرة، الفرجار. نشاهد الآن بعض الرسومات برسم بالأدوات الهندسية. كما تشاهدون أمامكم أعزائي الطلاب، بعض مظاهر شهر رمضان لنتذكر أعزائي الطلاب مظاهر شهر رمضان: الصلاة، اليوم موضوعنا عن الصلاة. من أشهر المساجد في دولة قطر هو جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب، وهو أكبر مساجد قطر، تم افتتاحه في 2011، وبني المسجد على الطابع القطري القديم، ووصف بأنه من أضخم وأكبر وأجمل مساجد دولة قطر. تشاهدون أعزائي الطلاب كم هو كبير هذا المسجد. يتكامل هذا الموضوع مع مادة التربية الإسلامية. ألعاب إلكترونية: لعبة وورد وول. أعزائي الطلاب، الأدوات المستخدمة في الفنون البصرية: الدفتر، الألوان، المسطرة، القلم، والممحاة، والمبرأة. هيا نرسم ونلون.
نشاهد الآن مجموعة نماذج لمساجد جميلة. بإمكانكم إيقاف الفيديو ورسم الرسمة التي تعجبكم أعزائي الطلاب. تشاهدون الآن مجموعة مساجد أمامكم. أعزائي الطلاب، لنتعلم أن نرسم مسجدا بسيطا، أول خطوة والثانية، الثالثة والرابعة، الخامسة والسادسة، والسابعة والثامنة. أعزائي الطلاب، بإمكانكم إيقاف الفيديو وتطبيق الرسم على دفتركم الخاص. نبدأ برسم المسجد معا. أولا نشاهد الخطوات أعزائي الطلاب. أريد إبداعاتكم أعزائي الطلاب. في انتظار إبداعاتكم يا طلاب الفنانين. شكرا لإبداعاتكم. لا تنسى عزيزي الطالب تلوين الخلفية بالألوان المناسبة، لا تتركها بيضاء. الغلق الختامي. من يعدد لي بعض مظاهر شهر رمضان المبارك؟ من يجيب أعزائي الطلاب؟ الصيام والإفطار، العائلي، قراءة القرآن، الدعاء، الصدقة، والذهاب إلى العمرة. انتهت حصتنا لهذا اليوم. كان معكم الأستاذ معاذ بسام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.